مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم هو اليونت الثاني الدرس السابع. بداية هذه الصفحة موجودة في كتاب الطالب صفحة 23. كالعادة نجي نتعرف على الأشياء اللي يطلبها من عندي، الكلمات اللي راح نستخرجها، نتعرف على المعلومات الجديدة، وراها نحل الأسئلة المتعلقة بها. بالبداية يقول لي read the letter، اقرأ هذه الرسالة. إذن منطيني رسالة يقول لي Sarah's friend is in hospital، صديقة سارة في المستشفى. She wrote her letter، كتبت لها رسالة. And put it inside the card، ووضعتها بداخل بطاقة. إذن احنا أخذنا الدرس السابق، إذا تتذكرون، إذا الـ get well card اللي هي بطاقة الشفاء، إذا شخص من عندنا أو شخص من أقاربنا مريض نرسل له بطاقة شفاء كتعبير على أنه إحنا نتمنى له الشفاء العاجل. فهنا يقول لي سارة أو صديقة سارة في المستشفى، فسارة كتبت لها رسالة وخلتها بداخل هذه البطاقة. شو يقول لي؟ يقول لي اقرأ هذه الرسالة، وراها منطيني مجموعة من الأسئلة حاول تجاوبني عليها. إذن راح نقرأ القطعة والرسالة، نوضح مفرداتها، وراها نحل الأسئلة المتعلقة بها. طبعا حاول تكتب المعلومات اللي راح نطلعها هنا على مود إذا صادفك سؤال أو الأستاذ سألك بداخل الصف أنت مستعد تقدر تجاوبه. بالبداية تقولها Dear منى، عزيزتي منى. إذن هي سارة داز رسالة لوحدة اسمها منى. شو تقول؟ تقول I was very sorry، أنا جدا آسفة، to hear about your accident، بأنني سمعت بالحادث مالتك. I hope your leg does not hurt too، أأمل بأن قدمك لا تؤلمك بشكل كبير جدا. And that you will be able to leave the hospital soon، وأأمل أنك سوف تغادرين المستشفى قريبا. We have had an unusual week، لقد حظينا بأسبوع غير اعتيادي، يعني الأسبوع اللي غابت عنا هذه منى بالمدرسة تحاول توضح لها، تقول لها حظينا بأسبوع غير اعتيادي at school في المدرسة. First we had a visit from nurse called Janet، ركزوا هنا على هذا الاسم. أول شيء حظينا بزيارة، visit معناها زيارة، من الممرضة أو الممرضة التي تدعى جانيت. أخذنا هذا الاسم سابقا أنه هي ممرضة تنطي نصائح طبية للطلاب، أخذناها بدروس سابقة لما انطتهم بتقرير الأكلات الصحية والأكلات الغير صحية. فهنا جت زارتهم بالمدرسة، إيش قالت لهم؟ هنا انطتهم بعض النصائح، إيش قالت؟ قالت She gave us a talk، انتبهوا لي على هاي الجملة، She gave us a talk، أعطتنا حديثا كلاما عن شنو؟ عن الفود، عن الطعام. It was very interesting، لقد كان ممتعا جدا. And I really enjoyed it، واستمتعت حقا بها. Now I can tell you which food is good، والآن أستطيع أن أخبرك أي الطعام هو الجيد. And for you، لك أو لصحتك. And which is not so good، وأيهم أي الأطعمة التي ليست جيدة لصحتك. Then ثم بعدها we had a visit from the netball coach، ركزوا لي لحد الآن اللي زارتهم أول زيارة من هي؟ نيرس جانيت، الممرضة اللي اسمها جانيت. إيش سوت لهم؟ give them a talk، أعطتهم حديث عن شنو؟ about food، عن الطعام. هذا الفقرة الأولى. وراها إجاهم النتبول كوتش. نتبول كوتش معناها مدرب كرة الشبكة. نتبول كوتش، مدرب كرة الشبكة. شنو اللي انطاهم إياه أو شنو اللي قال لهم إياه؟ She was a fantastic، طلعت مدربة، إذن هي مدربة كرة الشبكة. She was fantastic، لقد كانت رائعة. We learned، احفظوا لي هاي الكلمة، learn معناها يتعلم، الماضي مالتها learn تفيدكم وين؟ بسؤال الإملاء. learn يتعلم، learn تعلم. تقول لها we learned، تعلمنا، a lot from her، تعلمنا الكثير منها. She showed us little things،
قامت أو أظهرت لنا بعض الأشياء الصغيرة to make our game better, لكي نجعل هذه الرياضة بشكل أفضل. I will show you them, سوف أريكي هذه الأشياء اللي شوفت إياها مدربة كرة الشبكة to you when you are back at school, and سوف أريها لك عندما تعودي للمدرسة. All your friends in the class miss you. انتبهوا لهنا. إن أنا بعطيها رسالة تحفيزية إنه جميع الأصدقاء أو أصدقائك بالمدرسة يشتاقون لك يفتقدوك. And send you their best wishes. ويرسلون لك أطيب الأمنيات. We will come and see you on Friday. سوف نأتي ونراك يوم الجمعة. If you are still in hospital. إذا كنت لازلت في المستشفى. يعني إذا أنت بعدك الأسبوع الجاي بالمستشفى إن شاء الله راح نجي نزورك أني وصديقاتك. هسه إحنا قرأنا المقطع النصي ووضحنا مفرداته. قبل ما ننتقل للأسئلة أكو هنا منطي لي مجموعة من الرموز أو الكلمات. نحن ننتبه لها لأن بعد قليل راح يقول لي اكتب لي إنشاء أنت أو إنشاء على شكل رسالة لصديقك المريض أو أي صديق آخر. فأنت لازم تعرف أساسيات كتابة الرسالة. طلاب أنت لما تريد تدز رسالة لازم أول شيء تكتب العنوان، تبدي من الزقاق للمحافظة للبلد وتكتب بالأخير التاريخ. هذا جدا مهم. هذين الأمور اللي تكتبهم بالبداية لازم تضمنهم من ضمن الإنشاء على مود تكون رسالتك صحيحة وبالتالي تحصل الدرجة كاملة. هذين الأمور عليها تقريبا 3 درجات من الإنشاء. وتعرفون إنه لازم أبدي رسالتي بدير عزيزي أو عزيزتي زائدا اسم الشخص اللي أنا دازل الرسالة، وبالأخير تكتب له هذه العبارتين إما لاب أو تقدرون تقولون best wishes أطيب الأمنيات، وبالأخير تكتب اسمك أنت الشخص اللي دازل الرسالة. هذني أساسيات إحنا ماخذينها بمراحل سابقة ونأكد عليها في هذا الدرس، لأن بعد دقائق راح نشرح الإنشاء اللي يقول لي بيكتب رسالة لصديقك المريض أو أي صديق آخر. هسا نجي الآن ننتقل للأسئلة اللي راح يسألها الأستاذ بداخل الصف. شو يقول لي؟ يقول لي أولاً Why did Nurse Janet visit the school؟ هسا راح نحلها هنا. نحاول تكتبون الحلول لأن الأستاذ راح يسألها بداخل الصف كتحضير يومي. Why معناها لماذا؟ لماذا الممرضة جانيت زارت المدرسة؟ ذكرنا بالقطعة أو بالرسالة إنه الممرضة جانيت هنا she gave us a talk about food. إن الممرضة جانيت إجتي على مود give us a talk لكي تعطينا تحديث أو بعض النصائح about food. إذن to give them لكي تعطيهم شنو؟ a talk لكي تعطيهم بعض الكلام عن شنو؟ about food. تقدرون تغيرون بعض الكلمات تقولون about healthy and unhealthy food لكي تعطيهم بعض النصائح عن الطعام الجيد أو الصحي أو الطعام الغير صحي. ثانية، سنجي على السؤال الثاني. شو يقول لي؟ يقول لي What advice do you think Nurse Janet gave to the students؟ شوف هنا على طلاب. أنا يقول لك حسب رأيك أنت، سؤال استنتاجي ما مذكور بالرسالة. حسب رأيك أنت الممرضة جانيت شنو اللي النصائح اللي انطتها للطلاب؟ What advice من نصائح do you think باعتقادك أنت Nurse Janet الممرضة جانيت gave to the students من النصائح التي أعطتها الممرضة جانيت باعتقادك للطلاب؟ أكيد هي حكت لهم عن الطعام الصحي وعن الطعام الصحي. فكمثال تقول لهم eat healthy، كمثال على سبيل المثال eat healthy food، كلوا الطعام الصحي. وراها leave كمثال اتركوا the food، اتركوا الطعام يا طعام that has lots of fat. واتركوا الطعام الذي فيه الكثير من السمنة. أقدر أضيف fat, salt الكثير من الملح and sugar والكثير من السكر. هذه من الأطعمة اللي فيها الكثير من الملح والسكر والسمنة اتركوها. فهي هاي النصائح اللي ممكن تعطيها الممرضة جانيت للطلاب باعتبار هي جايتهم تتحدث لهم عن الطعام الصحي والغير صحي. وراها السؤال الثالث يقول لي Why did the netball coach visit the school؟ هسه بالبداية قال لي ليش الممرضة جانيت اجت للمدرسة؟ الآن يقول لي ليش هذه مدربة كرة الشبكة زارت المدرسة؟ ذكرنا بالقطعة انه
نتبول كوتش مدربة كرة الشبكة. We learned a lot of from her. We learned a lot of from her. She showed us a little things to make the game better. إذن show them لكي تريهم لكي تظهر لهم إيش تظهر لهم little things القليل من الأشياء to make لكي تجعل شنو الجيم the game اللعبة هذه لعبة كرة الشبكة better أفضل. إذن هذا السبب اللي ذكرت به أو اجت به مدربة كرة الشبكة للمدرسة. السؤال الرابع يقول لي why might Friday be good for Mona. شوف هنا أنا همنا تقريبا هذا السؤال سؤال استنتاجي، حاول تفكر وأنت تتخيل ليش يوم الجمعة راح يكون جيد لمنى. ذكرنا بالقطعة أنه صديقة منى قالت لها الأسبوع الجاي أكيد بيوم الجمعة باعتبار هو يوم عطلة راح نزورك بالمدرسة، فأقول she will هي سوف meet تلتقي her friends تلتقي بأصدقائها. سأل أقدر أجاوب جواب ثاني؟ نعم أقدر أقول her friends will come to see her أو will come to visit her أصدقائها راح يجون يزوروها in the hospital في المستشفى. الإجابة من الممكن تكون باستخدام كلمات ثانية. أما النقطة الخامسة والأخيرة يقول لي imagine you are منى، تخيل أنه أنت منى، منى اللي هي المصابة اللي موجودة بالمستشفى، تخيل أنه أنت منى. Think of a good thing، فكر في شيء جيد، and one bad thing، وشيء سيء about being in a hospital، عن أن تكون في المستشفى. يعني تخيل أنه أنت مكان منى بالمستشفى لا سامح الله، شو يقول لك؟ يقول لك تخيل أنه شنو الشيء الجيد اللي تكون في المستشفى وشنو الشيء السيء اللي راح يكون في المستشفى كشخصية منى. فالشيء الجيد أنه أقول good thing، الشيء الجيد is her friend بأن أصدقائها will come to see her بأن أصدقائها راح يجون يزوروها. زين الشيء السيء أنه is boring، الشيء السيء أن الموضوع وجودك بالمستشفى boring. boring يعني ممل. هذا ما يخص الفقرة الأولى، تعرفنا على الرسالة اللي دازتها سارة لصديقتها، تعرفنا على الكلمات الجديدة، وعرفنا أساسيات كتابة الإنشاء أو أساسيات كتابة الرسالة. لما أدز رسالة لصديقي أكو بعض الأساسيات اللي نتبعها، هذني العنوان والتاريخ، أكتب أبدأ الرسالة بدير زائد اسم الشخص اللي داز له رسالة، بالأخير أكتب love أو best wishes، وبالأخير أكتب اسمي. هذني الأساسيات تقريبا عليهم 5 درجات من الإنشاء. أما باقي هذا النص، باقي نص الرسالة عليها باقي الدرجة من ناحية تقسيم الدرجات بالإنشاء. عرفنا تقسيم الدرجات، عرفنا الرسالة اللي كاتبتها سارة لصديقتها منى المصابة، عرفنا على الأسئلة راح يسألني عن الأستاذ داخل الصف شنو أجوبتهم. الآن ننتقل إلى كتاب النشاط. كتاب النشاط يقول لي تمرين رقم 1 read the draft of Sarah's letter، اقرأ هذه الرسالة أو رسالة سارة، follow the instructions واتبع التعليمات. شو يقول لي؟ يقول لي Sarah's teacher is helping her writing the letter، مدرس الخاص بسارة بيساعدها أنه هي تكتب رسالتها. بعض الطلاب أو الطالب اللي يريد يكتب مقطع نص كامل أكيد راح يلقى فيه راح تلقى فيه أخطاء، فأنت لما تكتب رسالة لازم تحتاج واحد أنه يساعدك بكتابتها، كتابة الرسالة على مدى أكو أخطاء يصحح لك إياها. This is the draft، يقول لك هذه الورقة البدائية اللي راح تكتب فيها الرسالة. Look at the underlined sections، انظر إلى الكلمات اللي مجرور جواها خط. Do you know how to correct the mistakes؟ هل يمكنك أن تصحح هذه الأخطاء؟ يعني أوضح لكم الفكرة، يعني أنا كطالب دا أكتب رسالة صديقي، لما كتبت الرسالة لقيت بعض الأخطاء أو ارتكبت بعض الأخطاء أثناء كتابة الرسالة، فرحت أخذتها للمدرس قلت له استاذ ممكن تصحح لي الأخطاء اللي موجودة؟ هو شو مسوي؟ هو جار أخطاء على الكلمات اللي غلطانة فيها سارة، بعض الأخطاء بالقواعد، بعض الأخطاء بالأزمنة، بعض الأخطاء إملائية، بعض الأخطاء باختيار الكلمة،
يقول لك تقدر تصحح هاي الأخطاء باعتبارك أنت طالب متمكن من اللغة الإنجليزية. نجي مثلا ديار منى عزيزتي منى، طبعا إن أنا ده يقول لك صحح لي إياها بعد ما أنت قرأت الرسالة الأصلية أو قرأت الرسالة الصحيحة. فهو ده يحاول يختبر مدى انتباهك أو مدى تركيزك على قراءة الرسالة. فش يقول لي I was very sorry to hear about your accident. كنت متأسفة جدا عن عندما سمعت بالحادث الخاص بك. شوف هنا أنا جار لي خطأ، وش كاتب لي؟ كاتب لي spelling. شنو يعني spelling؟ إملاء. يقول لي هاي الكلمة إملاء خطأ، ممكن تصحح لي؟ فهو مصحح لي accident. I hope your leg does not hurt you. أأمل بأن قدمك، شوف هنا الكلمة هذه خاطئة، يقول لي wrong word. تقدر تنطيني الكلمة الصحيحة؟ نعم، اليو ار، هذه الكلمة مختصر مال يو ار، وهذه استخدامها خاطئ بهذا الاختيار، فلازم أخلي your leg. قدمك does not hurt، لا تؤلمك بشكل قوي جدا. That you will can have hospital soon. شوف هنا أنا. You will can leave hospital soon. الكان وجودها زايد، فده يقول لي هاي الكلمة خاطئة، ما يحتاج تكون موجودة. You will leave hospital soon. أأمل بأنك سوف تغادرين المدرسة أو عفوا المستشفى قريبا. We have an unusual week. لقد حظينا بأسبوع غير عادي. شوف هنا أنا يقول لي هذا الزمن ما جملة خاطئة. ليش؟ لأن إذا لاحظت was بالزمن الماضي، فالجمل المستخدمة كلها بزمن الماضي، وهنا أنا مستخدم لجملة بزمن المضارع، إذن هاب ما أقدر أستخدمها، لازم أبدلها بكلمة had. وهكذا هي هاي الفكرة المتعلقة بتصحيح هذه الرسالة. At school حظينا بأسبوع غير عادي في المدرسة. First أولا، شوف هنا أنا رجع صححها. We had a visit، حظينا بزيارة. شوف هنا أنا يقول لي هاي الكلمة singular لازم تكون، فليش singular؟ لأن قبلها أي، فلازم أصححها. We have a visit، حظينا بزيارة مو بزيارات عديدة. From the nurse called Janet، من ممرضة العجانة. She gave us a talk about food، أعطتنا بعض الحديث عن الطعام. It was very interesting، كانت ممتعة جدا. هاي الكلمة إملاءها خطأ، ممكن نصحح ليها؟ نعم، إحنا حاطين إملاء interesting معناها ممتع. لقد كانت المحاضرة ممتعة. And I really enjoy، وأنا جدا استمتعت. شوف أنا شو يقول لي الزمن خاطئ. Enjoy يستمتع، لازم بزمن الماضي. Enjoyed، وأنا استمتعت في الماضي في أثناء زيارة الممرضة جانيت. Now I can tell you which food is good، والآن أستطيع أن أخبرك أي الطعام هو جيد. And which is not so good، والطعام الغير جيد إلى آخره. We had a visit from netball coach، نفس الكلام العاد. حظينا بزيارة من مدربة كرة الشبكة. She was a fantastic، كانت محاضرة مذهلة. We learning، شوف هنا يقول لي هذا هم كذلك الزمن خاطئ. شوف هنا يقول لي التنس الزمن خاطئ. We learned، تعلمنا بالماضي. قبل شوية ذكرنا أنه learn يتعلم، الزمن الماضي مالتها learned. A lot from her، لقد تعلمنا الكثير منها. She showed us a little things to make our game better، أعطتنا بعض الأشياء التي تجعل الرياضة بشكل أفضل. I show them to you when you are back from school. شوف أنا شكلي. I show them، أنا أظهرها لك. الهم كذلك اختيار الزمن خاطئ، هي المفروض تقولها أنا سوف أريها لك، يعني سوف بالمستقبل. إذن أقول I will show them، سوف أريها لك. When you get back from school، عندما تعودين في المدرسة، فإن أنا مستخدم لي your، فأقول you are، عندما أنت تعودين من المدرسة. All your friends in our class miss you، كل الأصدقاء يفتقدوك في المدرسة. Best wishes، شوف هنا new sentence، يقول لك أنا لازم تبدي كل جملة جديدة. جميع الأصدقاء يرسلون لك أطيب الأمنيات، نقطة ومن ثم جملة جديدة. We will come and see you، سوف نأتي ونراك. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. هذا التمرين مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي، بيحاول يخليك تركز على كتابة الإنشاء. ليش؟ على مود يخليك تحفظ أكبر قدر ممكن من الإنشاء،
لأن بعد قليل راح يقول لك أنت اكتب لي إنشاء. هسه بعد هذا التمرين، هذا التمرين وراء راح يقول لي أنت اكتب لي الإنشاء لصديقك المريض، فخلاك تركز على الأخطاء الإملائية، أخطاء قواعدية، سألك مجموعة أسئلة، خلاك تركز على الإنشاء، ومن ثم راح يقول لك أنت اكتب لي إنشاء لصديقك. هنا تمرين رقم 2 يقول لك you are going to write a letter to a sick friend. أنت سوف تكتب رسالة لصديق مريض. Make notes in a preparation. سوي لي أول شيء رتب معلوماتك أو سوي لي ملاحظات عما سوف تكتبه كتحضير. يعني كمثال Who are you writing to? لمن أنت كاتب الرسالة؟ هو كاتب لي My friend إبراهيم. What happened to them? ما الذي حدث له؟ كمثال أقول He has a broken arm. مثلاً ذراع انكسر، لا أوضح له أنه هذا صديق المريض أو هذا صديق اللي بالمستشفى ذراع مكسور. وراها شي يقول لي، يقول لي think of three interesting things that happened in school this week. فكر في ثلاث أشياء حصلت في المدرسة هذا الأسبوع. ليش؟ على مود تخبرها زميلك اللي راح تكتب له الرسالة. فكمثال أقول له the doctor come or came to our school. جاء الطبيب إلى مدرستنا، كمثال على مود يعطينا بعض النصائح. وراها أنطي مثال ثاني، أقول لك كمثال We started كمثال New football competition. بدأنا برياضة أو بمنافسة أو ببطولة كرة قدم. بعدها كمثال أقول له We cleaned the school. قمنا بتنظيف المدرسة. أما الفقرة الأخيرة يقول لي say something to make your friend feel better. قل شيء أو اذكر شيء يجعل زميلك يشعر أنه بحالة أفضل، يعني شون التواسي. كمثال أقول له I hope you will feel better soon. أأمل بأنك سوف تتحسن قريبا. We all wait for you. جميعنا بانتظارك. هذا ما يخص التمرين الثاني أو تمرين رقم 2، مجرد يريد يهيئني لكتابة الإنشاء أو لكتابة رسالة لصديقي المريض. فالتمرين رقم 3 يقول لي إياها بصريح العبارة، يقول لي now use the notes to write a letter to your sick friend. الآن استخدم هذه الملاحظات اللي ذكرتهن بالتمرين الثاني لكي تكتب رسالة لصديقك المريض. ركز وياي sick friend، لصديقك المريض. طلاب، احنا مو المهم الملاحظات اللي ذكرناها قبل دقيقة، وإنما المهم هو كيفية كتابة الإنشاء أو كتابة الرسالة بتفاصيل والشروط المطلوبة من عندك. فهو إذا تلاحظون بالتمرين منطيني 4 فراغات، فهذن 4 فراغات لازم أمليهن. ذكرنا بداية الدرس هذن بالبداية، إذا بتكتب رسالة لصديقي لازم أعلى يمين الصفحة أو أعلى يمين الرسالة إيش نكتب؟ أول شيء نكتب اسم العنوان، أبدي بيه من بالزقاق أو بالمنطقة، مثلاً 15 هاي ستريت، الدار رقم 15 على الشارع السريع، العباس ستريكت، حي العباس، كربلاء، إراك، في مدينة كربلاء بالعراق. ذكرنا أنه يجب ذكر كل تفاصيل العنوان. وراها إيش نذكر؟ أكتب دير عزيزي زائداً اسم الشخص اللي أنا داز له رسالة، دير فراس، دير علي، دير محمد إلى آخره. ترى هن اللي ذكرتهن عليهن درجات طلاب، مو مجرد أنت كتبت الإنشاء أو الرسالة لصديقك حتى وإن كنت كاتبها بشكل صحيح تام، وإنما إذا ما كاتب ذن العنوان وذن التفاصيل اللي ذكرناهن راح يتنقص من عندك أقل شيء 5 درجات. بالبداية هنوض أذكر أو أبدي بالرسالة أقول له I feel so sorry، أشعر بالأسف الشديد to hear about your accident، بأنني سمعت بحادثك، and I hope your arm will be better soon، وأتمنى بأن ذراعك سوف تتحسن قريبا، and leave the hospital، وسوف تغادر المدرسة قريبا. You should، عليك أن eat well، تأكل بشكل جيد. شوف هنا أنا بديت أنصحه باعتباره هو شخص بالمستشفى، أقول أدير بالك على نفسك، أكل أكل جيد، and don't move your arm، لا تحرك ذراعك.
We had an unusual week. بعد ما ذكرت له انه انا اتمنى لك الشفاء العاجل، اعطيته نصيحه، الان اذكر له انه بالمدرسه بهذا الاسبوع اللي انت غبت فيه باعتبارك بالمستشفى قمنا بعمل بعض الاشياء. شنو الاشياء اللي قمنا بها؟ We had an unusual week. حظينا باسبوع غير اعتيادي at school في المدرسه. First, اولا سوينا we made groups and we went to the park. عملنا groups مجموعات وذهبنا الى البارك الى المتنزه to clean it لكي ننظف with the teachers مع المدرسين. اذا هم مسوين مبادره ان ينظفون البارك او المتنزه القريب من المدرسه مع المدرسين. It was interesting. لقد كان ممتعا. Second, ثانيا we won the school football competition. فزنا بالمسابقة أو بالبطولة المتعلقة بالمدرسة الخاصة بالفوتبول كرة القدم. It was fantastic. لقد كانت مذهل أو لقد كان مذهل. It was fantastic week. كان أسبوعا مذهلا. All the students here. الجميع هنا أو جميع الطلاب هنا. Miss you. يفتقدوك. مشتاقين إليك. And send their best wishes. ويرسلون لك أطيب الأمنيات. بالأخير كالعادة بيقول لي لازم تكتب love مع الحب أو تقدر تقول له best wishes أطيب الأمنيات، وبالأخير تكتب اسمك. أنا اسمي طه. طلاب ملاحظة بسيطة صغيرة، حاول قدر المستطاع أنه اسمك أو الاسم اللي تذكره بالأخير يختلف عن الاسم اللي ذكرته بالبداية، باعتبار الاسم اللي ذكرته بالبداية هو اسم الشخص اللي أنت جاز له الرسالة، أما الاسم اللي ذكرته بالأخير فهو اسمك أنت، أنت الشخص اللي لاس هذه الرسالة. مثل ما وضحنا أنه هذا الإنشاء هو إنشاء الوحدة الثانية. متعودين إحنا بكل وحدة من الابتدائية من مرحلة الابتدائية أنه بكل يونت أو بكل وحدة عندنا إنشاء لازم نحفظه. إنشاء الوحدة الثانية هو اكتب رسالة لصديقك المريض. تقريبا إحنا ما أخذيها بمراحل سابقة لكن ما أخذيها بفكرة مبسطة، الآن أخذناها بشكل مفصل أكثر وضفنا تفاصيل أكثر، لذلك حاولوا تكتبوا بالدفتر وتحفظوه لأنه مهم جدا بامتحان الشهر الثاني وكذلك امتحان نصف السنة. هذا كل ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم. أخذنا برسالة وهاي الرسالة دازتها سارة لصديقتها منى اللي هي بالمستشفى، ذكرت لها أنه زارتهم الممرضة جانيت وهذه الممرضة قدتهم نصائح عن الطعام الصحي والغير صحي، وكذلك زارتهم مدربة كرة الشبكة كذلك قدتهم بعض النصائح. أخذنا القطعة ووضحنا مفرداتها، وراها سألني الأستاذ الداخل الصف مجموعة أسئلة، حاولنا نجاوب على هذه الأسئلة من خلال هذه القطعة. حاولوا تكتبون ضمن الملاحظات بالدفتر وتحفظوهن على ما تروحون تحضرين المدرسة، وكذلك حلينا كتاب النشاط ولاحظنا أنه أغلب أنشطة الكتاب أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي ما عدا هذا التمرين، تمرين رقم 3 اللي يعتبر إنشاء الوحدة الثانية. ختاما شكرا لمتابعتكم الفيديو. أي استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حساباتي اللي موجودة بأسفل الفيديو في الوصف.